بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئه الى جلاله السلطان عبد الله السلطان احمد شاه ملك ماليزيا وذلك بمناسبه انتخابه ملكا لماليزيا وقد عبر سمو ولي العهد في برقيته عن صادق واطيب تهانيه لجلاله ملك ماليزيا متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه ولشعب ماليزيا الصديق اضطراد التقدم والرخاء